كل الشكر، شرفتني. شكرا جزيلا. ومشاهدينا نتحول للزميلة منى وهبي في بيروت وفقرة منوعة. شكرا عامر، وأرحب مجددا بجميع المشاهدين مباشرة من بيروت. لم يجريج فنانة تبحث عن الذكريات الضائعة وعن المحفوظات التي مر عليها الزمن وغيب النسيان. هي محفوظات تروي حضارة شعوب موثقة في أعمال متنوعة من فيديو ومواد مرئية وصور فوتوغرافية في غالبيتها بالأسود والأبيض. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير للزميلة ساندرا سعد. سجلات لأزمنة ملتبسة، عنوان اختارته الفنانة التشكيلية والمخرجة لميا جريج لمعرضها، وجمعت فيه سجلات بيروت وعلاقة هذه المدينة مع التاريخ. ما حدا فيه يعرف بالضبط كيف بيجي الوحي لأنه هو وحي، بس شغل كتير بيرتبط بمدينة بيروت بطريقة سرد تاريخ لبنان وحروبه. تبحث لميا عن ذكريات وصور واكبت الأزمنة التي مرت بها بيروت بدءا من 1200 سنة قبل المسيح، وأضافت إليهم نصوصا مكتوبة وأشرطة مصورة. أنا ما قدرت أحصل على أي من الأشغال يلي كانت إذا بدك بأرشيف المتحف، ما عدا الموزايك، ما عدا يلي كان عامل فيها بخش قناص، وعملت إعادة قراءة لها العلاقة بين المتحف والحرب. وعيت نهار وحسيت إنه هالمدينة فيها تختفي، وقلت هيدا الشيء ما بيصير بس لغيرنا. صارت، في ناس بطل عندهم بلد، في ناس بطل عندهم مدينة. بلشت أفكر أبحث بكل الأزمنة اللي بيروت كانت بخطر. إلى جانب تلك الأبحاث، عرضت رسومات بلا عنوان مع منحوتات السيراميك تصف العلاقة بين الحياة والموت، إضافة إلى صور فوتوغرافية التقطتها بطريقة بدائية. هيدول منن صورة مأخوذين بكاميرا، هيدول معمولين بالعلاقة بين الضوء والورق التصويري اللي هو عليه مادة. كل ليلة نمت على ورقة، والعلاقة بين الضوء والورقة وجسمي خلقت هالصور. تميل لميا جريج إلى الفن التشكيلي أكثر من العمل على الأفلام الوثائقية، وهي الآن تعمل على أول فيلم روائي طويل لها يدور حول حوارات ارتجالية في بيروت. ساندرا سعد لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت. وتحاول لميا من خلال هذه الأعمال تكوين مفهومها الخاص لمدينة بيروت وتصويرها حسب المواد المتوافرة لديها. مشاهدينا، في ساعتنا الثالثة فريق هومنتمن يحرز لقب السيدات في بطولة لبنان لكرة الطاولة. موجز لأبرز الأنباء من الحرة في واشنطن، أهلا بكم مشاهدينا.